الريبرتوار نتاعو قاعد يزيد وخاصة يتنوع، موزيكته حاضرة واليوم سبيس عرف وين يحط روحه، مشينا لفايات في قلب تونس العاصمة. حاولنا نفهموا كيفاش نجح الفنان هذا في وقت قصير باش يعمل برشا متابعين ويطور من روحه ومن موزيكته. قربنا من الفريق نتاعو، حضرنا على كواليس كليبو جديد في ملف خاص. طنط صغيرة وسط غابة، فيو طول على بحيرة وجبل، بلاصة مقطوعة صور فيها سبيس واحد من أنجح كليباتو قيل وقال. الغناء يحكي فيها سبيس على تجاهله لكلب الناس وتركيزه كان على الخدمة، قيل وقال اليوم تحقق أكثر من 800,000 مشاهدة. سبيس اسم الشهرة يتخبى وراه شاب عمره 27 سنة اسمه جوهر الزعيب. الغرام بالموزيكا بدأ من عام 2012، تركيز كبير وقتها على ثقافة الهيب هوب وخاصة الموزيكا البوب. النتيجة من بعد لقيناها مع جروب تريبي بويز. قبل كنت مغروب برشا بعلم الفلك وكل شيء ونحب لي سباس المحلولين. سبيس تعني ما فماش حدود، فهمتني؟ في الموسيقى اللي قاعد نعمل فيها عبارة in the space، دي ما فماش حد، دي ما فما حاجات جدد باش تكتشفهم. هذاك علاش اخترت الاسم سبيس، خاطر في سبيس في الفضاء تعرف ديما يكتشفوا حاجات جدد، ديما ما فماش ليميت، فهمتني كيفاش؟ وهذاك كونسيبت تاع انسان ليبر، فهمتني كيفاش؟ كيما سبيس. ملي انا صغير على الاخر كنت ما ياسر مايل للي بوب، بيسكو في امور تلافز وكل شيء كنت فرش في كليبات لي بوب هذوك من القدامى نتاع الاولد سكول، فهمتني كيفاش؟ ووتان كلان، فهمتني؟ او دي بي، او ذا ريماستر، بيجي سمولز، توباك، حكايات كيما هذوكم. دونك اللي بقشت من الكلاسيك النايتيز. تريبي بويز مجموعة تكونت عام 2014، كان جوهر واحد من أعضائه. خدمتهم تواصلت مدة 5 سنوات، لنا من خلالها التصويرة مانيش متعودين بها في تونس، لهنا نحكيو على لوك، لبسة وحتى ألوان. اخترت نكون مانيش كيفهم، خاطر كيفي ماهوش كيفهم، ماهوش وقت حسيس فاهم يفهم. راح مخبى ملمس وردي، خاطر دي معتي اكثر من طاقتي. اللي نعملوا فيه قبل كان غريب برشا على الراب، فهمتني؟ كيما نقولوا الراب قبل كان جوست راب و وهكا، ونحن نعملوا كيف كراب هكا ميلوديك على الاخر، معناها مشانتي والكترونيك برشا، فهمتني؟ سابق وقت. 78,000 متابع على اليوتيوب، اجمالي مشاهدات يقترب من 6 ملايين، خدمه تواصلت مده عام تقريبا، رينا من خلالها 11 كليب واخرهم كليب حلمت بعيد، كليب خرج نهار 11 نوفمبر اللي فات. شريت من الدنيا عمري ضعت كريتيكال، سناقي وسطو حاط العيشه ميزيرا، فردس بالتخمين باش يتقطع لي كابل. ابسط طموح الانسان ماهو باش يعيش ستابل، ابار لي تقالش مازال باش يتقال، قلبي تعب وجيع عطانا تجيك كمل الاقراب، ابار والديك شكون اللي يعطيك الكار، وقت يدخلك ركاي بيجمد فيك الخو والجار. سبيس حاليا مركز على كليب وعدد 12 كليب شي كمل بيه عام 2020، مشينا معاه الاستوديو استوديو سولو ميوزك لهنا. سبيس سجل اغانيه الكل واليوم نركزوا على اللمسات الاخيره للغنيه الجديده صبري طال. سولو ميوزك جوهر اصحاب من قبل، احنا خويا جوهر عايش وحدي في الدار، نهار كانوا مع بعضهم. دونك عندنا كي صارت المشكله كخرجوا الجروب كل ما عادش مع بعضهم، وديما جاهر بحذايا في الاستوديو، كجيت ليديا يا فازين نتحركوا نخدموا مع بعضنا، لانسيو شين نعملوا ايتاب اخرى كالفيزيون تاعنا وين تحب تمشي، كل فهمنا وبدينا نخدموا. خويا برا يا كون تسجل برا خويا سبيس تقف وراه اليوم يكيب متكونة من 3 أشخاص. كما تشوفوا الخدمة تبدأ من استوديو مع محمد طاهر، نلقاو معه محمد جلال ديجيتال مانجر، وأيوب كيور اللي لهي بالمونتاج بتاع الكليبات. أيوب
وينك خويا؟ صافا؟ جاك بيه؟ بالنسبة للكبير خويا لازم نحط تراكم فالور على الاخر، معناها ليت الجمعة هذايا نخدموا خويا على نعملوا ريسيرش كبيرة على البلايص باش نطوروا فيهم، اللفة اللي باش تلبس لي داكسسوار والديكوراسيون، باش نجمو نحضروا ستوري بورد نتاعنا كيما العادة معناها تسمى تاع العادة. جوهر من الستيل نتاع ليزارتيست اللي أكل صعيب شوية في الخدمة متاعه، يطلب حاجاتك في البريز معينة، في الميكس حاجات معينة، في التايب اوف بيت برشا حاجات. دونك لهنا كان احنا شنيا الفيزيون تاعنا، كنحبوا نخدموا حاجة كتكون انترناسيونال أكثر، موزيكا تمس الميدل ايست، تمس العالم كله كأمريكا كذيل. تو توشينا المغرب العربي، فما خدمنا على الميدل ايست، عنده سون كفيت مع فورتكس حاجة باهية على الآخر باش تكون في الكويت و برشا خدمة إن شاء الله انترناسيونال تكون. بالنسبة معناها للديريكسيون تاع تيتر هي في الأصل معناها كالأمور كتيبة كل شيء، فهمتني؟ ديريكسيون تحكي معناها أون جينيرال على مواطن تونسي، فهمتني؟ بصفة عامة كيفاش يوصل للأسر تا نيفو، معناها من كثر ما يصبر يفد على الآخر ما عادش ينجم يتحمل الإيطاء اللي قاعد يصير في البلاد، معناها حكايات اللي نحكي فيهم واقعيين نوعا ما، فهمتني؟ ماهمش من الفراغ، فما شوية أوكي. هكي ارتستيك خيال هكي، مي فما برشا واقع.